لكن انا كفريرة كمدير فني نادي الزمالك، هل بعد ما بشوف تشكيل الاهلي بغير ولا النهارده مثلا من وجهة نظري خالد عبد الفتاح اول مرة اهلي زمالك، هيبقى احساسه غير اللي لعب اهلي وزمالك قبل كده كتير؟ دونجا اول مرة اهلي وزمالك، بس دونجا لعب مع بيراميدز امام الاهلي العديد من المباريات، ولعب امام الزمالك العديد من المباريات، لكن اللعيب اللي بينزل اول مرة زمالك واهلي بيبقى لسه مش زي اللعيب اللي لعب كذا ديربي. هو سؤال مهم جدا، انا مش بعقب، انا هكمل على كلام الكباتن. يعني احنا الفكر هي بنفتح مواضيع، طبعا والفكر واحد كله، فمتفقين مفيش مش اختلاف، بس كلنا متفقين نفس الاحساس ونفس الرؤيه. فانا بكمل على كلام الكابتن احمد، مهما الدنيا يا كابتن بالنسبه لسؤال حضرتك، مهما الدنيا تشقلب كده انا مجهز للمباراه. دخل بقى فلان، دخل انا قلت لك مش لا لا ما غيرش، ما غيرش نهائي، انا مجهز. اصل انا النهارده مش رد فعل، النهارده لازم اكون انا فاعل، هي الاهلي والزمالك كده، انا مش رد فعل، انا الفاعل. فبالتالي انا اللي مجهز للمباراه من بدري، ودي سؤال انا مجهز، يعني كنت مجهز. احنا عمالين نتكلم على شغلنا، طب احنا ما اتكلمناش على الشغل النهارده، او هنزود عليه شغل الراجل المدير الفني بتاعنا الاهلي النهارده كولر. فيريرا لاعب الراجل ده مره في السوبر، هو اتفاجئ من وجهه نظري، لو هو كان قارئ جيد للمباراه، احنا هنا مش بنقلل، لا فيريرا مدرب كبير واسم كبير، بس طبعا. بس انا بنبه لجزئيه مهمه، فيريرا لم يكن قارئ جيد لمباراه السوبر مع النادي الاهلي. كره الراجل بيعتمد يا كابتن خالد على الجبهات، شغله كله من على الجبهات، لو قفلت له الجبهتين خلاص انتهى. انا من وجهه نظري ما بيطورش من العمر، حتى لو عنده فرويد بيشغله برضه ناحيه الجبهات، بيخليه يشتغل ورا الاطراف. هو راجل بيعتمد زي الكره في اوروبا دلوقتي على الجبهات، انه يطلع ويعمل العرضيات والكروس والناس بتكمل من تحت، ده شغل كويس. اتفضل. بدون قطع كلامك يا عبد الحليم، يعني باكد على كلامك ان النهارده برضه فيريرا عمل جبهات، يعني هو بيلاعب النهارده كولر بجبهات ما كانتش في مباراه السوبر. يعني النهارده لما تلاقي ناحيه اليمين مسلوسي قدامهم على طول السيسي، وبعدين بيبقى ليبرو لزيزو، فاذا دي جبهه. الجبهه الثانيه بيشتغل بعبد الشافي قدامه امام، وهيبقى ليبرو الشلبي في الناحيه الدفاعيه، فاذا هو بيشتغل معاهم بجبهات. ده غير الجبهه اللي في نص الملعب، ان هم سابهم 3 على 3، واحد هيقابل قبشه والاثنين هيقابلوا ديانج وحمدي فتحي. اذا فاحنا متفقين ان احنا واحنا قاعدين يا كابتن خالد كلنا كده، وحتى الجميل حتى الناس كلها خلاص حفظت اسلوب كولر. والراجل على فكره بناء عليه فانا بشتغل انا مجهز للمباراه، فالمفروض ان فريرا مجهز. ممكن يكون في المباراه الاول الراجل كان لسه جاي وما اعتمدش على اسلوب، والراجل فاجئ نادي الزمالك. هتبص للاهداف كلها بتتعمل من العرضيات، فبالتالي ده اسلوب الراجل واسلوب اللي بيشتغل عليه من بدايه الموسم. كويس ان صبري يقول لك انا عامل جبهات، ما انت شغال جبهات من بدري، بس القضيه ان انت تكون قارئ جيد النهارده للاسلوب اللي بيلعب بيه النادي الاهلي واسلوب المدير الفني. انت النهارده لو لعبت وقارئ جيد للراجل ده، هتقدر تقفل له الجبهات بتاعته، وتقدر تفاجئه، وتقدر تكون انت الفاعل في المباراه زي ما حضرتك قلت. انا عندي جبهه، انا بس هتتعامل ازاي مع المباراه النهارده؟ المفروض ان انا عندي 3 في نص الملعب، 3 في نص الملعب يعني زمالك كابتن جمال وكابتن صبري وكابتن احمد، ان انا بدي الحريه الكامله للفيرود ان يتحرك وما تقلقش، بدي الحريه الكامله النهارده لشلبي وزيزو اتحرك ما تقلقش، بس النهارده زي ما انت عندك دور هجومي مهم جدا الدور الدفاعي، جبهات النهارده موجوده، بس هيتعامل ازاي معاها النهارده؟ لما اتكلم ناحيه الشمال معلول وعبد القادر لازم على طول يقابلوا المسلوسي ويقابلوا زيزو ويامنوا على طول عمرو السيسي في الجبهه بتاعته، لازم يكون التامين جيد وعندك كثافه عاديه في المنطقه، قفلت جبهه. مش كفايه انك تكون عندك واحد او اثنين في المكان، لا لازم الثلاثي، لازم اللي جاي من نص الملعب، لازم مهم جدا عشان تكسب، لازم تدافع كويس النهارده. فبالتالي لما تقابل النهارده معلول عبد القادر انت 3 على 2، فبتقدر انك مع الاخذ في الاعتبار النهارده كهربا هتلاقيه بيضطر، ده اسلوب الطبيعي، فبالتالي هتلاقيه بيتطرف ورا الناس دي، فانا برضه مامنه وعامل حسابه يا جماعه، لما الراجل ده يتحرك في ظهرك يا مسلوسي اعمل يعني حسابك انها ترجع، والسيسي يامن شويه، ولازم زيزو ينزل ويغطي مع زمايله. الناحيه الثانيه انا بتكلم على حسين الشحات، وبتكلم على الراجل الجديد خالد عبد الفتاح ولا محمد هاني؟ لا يبقى خالد عبد الفتاح. خالد عبد الفتاح فالنهارده جابها برضه، والراجل هو اسلوب معتاد عليها كابتن خالد. فالنهارده في الناحيه الثانيه لازم تلقائي امام عاشور وعبد الشافي وزيزو ومصطفى شلبي، لازم زي اللي هيتعمل في الشمال يتعمل في الحته في ناحيه اليمين. فبالتالي مهم جدا نص الملعب امام عاشور، انت مش هتهاجم بس النهارده،
يعني امام عاشور برضه رساله النهارده، انت عايز تعمل الشغل هجومي وعايز تجيب هدف، بس بس لازم تدافع، بس عندك دور مؤثر طبعاً النهارده، دور دفاعي مهم، خلي بالك انت عندك 50% 50% صح، فمهم جدا امام عاشور يكون ضامن شويه على عبد الشافي وضم على مصطفى، على مصطفى شلبي. اذا انت ما اشتغلتش النهارده وقفلت جبهات وعرفت الراجل بيشتغل ازاي، مش هتعرف تتعامل معاه. الراجل ده اشتغل معاك قبل كده وكسبك من المنطقه ديت، واسلوبه في ماتش سموحه بيلعب بنفس الشكل ونفس الاسلوب، وشفنا الفيرود بتاعه بيطلع فبيلعب من ناحيه اليمين فبيضرب لك الاطراف بتاعتك، وانت كنادي الزمالك انت كمان هتهاجم وعايز انك تكسب طبعا. اتمنى وبعدها مره واثنين وثلاثه يكون الراجل فيريرا النهارده قارئ جيد، واللعيبه قارئه جيدا للمباراه. التامين مهم جدا، لو قدرت تتامنت وتستحوذ على الجبهات اعتقد ان شاء الله الغالبيه هتكون ليك باذن الله.